السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة بشأن استيلاء الوقف الشيعي والعتبة الكاظمية على مئات الدونمات والعديد من المقابر في ناحية الإسحاق بمحافظة صلاح الدين عبر التعاون مع طابو بلد وتزوير الملكيات والعقود لصالح الوقف الشيعي، وهي عملية حذر منها وجهاء وشيوخ الإسحاق لكونها تهدد السلم المجتمعي وتفتح الباب لفتنة وفوضى واسعة. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا خلال هذه المتابعة عبر خدمة زوم من محافظة صلاح الدين المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طام المجمعي، وعبر خدمة زوم أيضا من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي نزال. أهلا بضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام، قبل البدء بمحاور النقاش مع السادة الضيوف، نتابع معا تقريرا انفوغرافيك يوضح أبرز ما جاء ضمن بيان وجهاء وشيوخ الإسحاق بشأن الاستحواذ على أراضي المواطنين في الناحية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش مع ضيفي الكريمين وأبدأ مع الشيخ طامي عبر تطبيق زوم من محافظة صلاح الدين. بعد التحية شيخ طامي، ما الذي يدفع الوقف الشيعي لاتخاذ هكذا خطوة وصفت بأنها كوضع الزيت على النار في عملية الاستيلاء على أراضي في ناحية الإسحاقي؟ تحية طيبة لك أستاذ محمد ولجميع مشاهدي قناتكم الأكارم وقادر قناتكم الأفاضل. يعني صراحة ما يقوم به الوقف الشيعي منذ سنوات هو الهدف من عنده الاستيلاء على أكبر عدد من المساجد والمراقد الدينية اللي موجودة في محافظاتنا، واللي الأراضي الزراعية والمقابر اللي في المناطق السنية والمحافظات الغربية الذي استولى عليها تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014. الهدف من الاستيلاء على هذه الأراضي هو لغرض التغيير الديموغرافي في تلك المحافظات بطرق شتى، منها الاستيلاء على المقابر والاستيلاء على الأراضي الزراعية والاستيلاء على المساجد والاستيلاء على المراقد الدينية اللي موجودة في تلك المحافظات. طيب شيخ طامي، ذكر حضرتك لجزئية المقابر، الوقف الشيعي إذا كان يبرر استيلاء على أراضي زراعية في ناحية الإسحاقي بهدف الاستثمار، طيب المقابر ما الذي سيفعل بها؟ ما هو النفع العائد على الوقف الشيعي من استيلائه على مقابر؟
يعني هو بالنسبة إلى لحد الآن، أنا حسب المعلومات اللي عندي والسندات اللي موجودة عندي، لحد الآن استولى على أكثر من 10 مقابر في محافظة صلاح الدين، وعدد من المقابر استولى عليها في محافظة ديالى وفي محافظة كركوك وفي محافظة الموصل وفي المحافظات وفي محافظة بغداد. استولى على هاي المقابر والاستيلاء على أراضيها، القرض من عندها يعني قسم من عندهن، المقبرة اللي موجودة في مرقد الإمام السيد محمد عليه السلام، هاي المقبرة هي موجودة بها مقابر للسنة وللشيعة ولجميع العشائر التي تحيط بالإمام السيد محمد عليه السلام. اللي سووها قضبوا جرفوا هذه المقابر وعملوها عمارات ومحلات سكنية، واليوم بهذا وقتنا لا توجد أي مقابر للموتى لتلك العشائر أو الأهالي اللي يحطون الإمام السيد محمد عليه السلام، وإنما جعلوا من عندها أن استثمارات وعقارات تابعة للوقف الشيعي يديروها أتباع الوقف الشيعي في قضاء بلد أو سامراء أو المناطق الأخرى. أرجع لحضرتك بعد لحظات شيخ طامي، أنتقل للأستاذ مكي نزال مرة ثانية. تحية لك أستاذ مكي. يعني هذه السياسات المستمرة، هذا النهج المستمر اللي لا توجد عليه أي قيود، لا توجد عليه أي متابعة محاسبة، نفس طائفي هكذا يصفه كل من شاهد هذه التحركات المتبعة من الوقف الشيعي في السيطرة على أملاك الوقف السني أو الأراضي التابعة للوقف السني، يعني ألا يتحدثون دائما عن الوطن الواحد والبلد الواحد وكلا للطائفية؟ طيب لماذا إذن يستفزون أبناء هذه المحافظات ذات المكونات المعروفة ويستولون على أراضيهم وعلى مقابرهم؟ أولا حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع يعني تفضل الأخ طامي قبلي، الموضوع ذو شقين، الأهم فيه هو التغيير الديموغرافي، والثاني هو سرقة في وضح النهار وتحدي لكل الأعراف التي كما تفضلت ينادون بها وطن واحد. هم يقولون وطن واحد هو وطننا، وهذه ضميرنا يعود إلى هؤلاء المتسيدين للمشهد. يعني هو لم يأخذ الأرض من سين من الناس ويعطيها إلى شين من الناس، هو أخذها من مواطن عراقي لكي يزيد أرصدته في البنوك المحلية والأجنبية ولكي يخدم مشاريعه من وارداتها. ومشاريعه معروفة منذ قبل الاحتلال، هو تغيير الديموغرافي كمرحلة أولى، والكارثة الأكبر هو تغيير شامل في كل العراق كما فعل إسماعيل الصفوي من ذي قبل. طيب أستاذ مكي، إدارة المحافظة ما دورها فيما يحدث وهي تحسب على طائفة معينة على مكون معين، وهي ترى مثل ما تفضلت حضرتك هناك عمليات تغيير ديموغرافي هكذا تصفونها من تتابعون المشهد، طيب لماذا لا تتحرك لمجابهة هذه الخطوات الخطرة المؤثرة على النسيج المجتمعي لمحافظة صلاح الدين؟ يعني المسألة في وضعنا في العراق مسألة مصالح شخصية وأحيانا قليلة مصالح حزبية أو تيارات، مصالح تيارات وما إلى ذلك. يعني هؤلاء الناس نعرف من البداية أنهم أتباع، يعني ينفذون الأوامر، ولو كان الأمر فيه خير للناس لأجلوه، ولكن الأوامر التي تضر الناس وفيها مصالح لهم ينفذونها، هم يعني أتباع لا أكثر ولا أقل مع احترام الأشخاص، لكن نتكلم عن المناصب. أنت كالجندي في الجيش، يأتيك أمر تنفذه، ومع الأسف باقي الأمور هي بروباغندا، يعني أنا سني وأنت شيعي، يعني هذه الكلمات الوطنية والطائفة وخدمة الناس، وهذه يعني حفظناها يعني 21 سنة تكفي
لنا لأن نفهم أن الوضع في العراق، يعني حتى الذي أصدر الأمر ليس بيده شيء، هو هناك شخص واحد في مكان ما يصدر الأوامر ويزيد أملاكه مليارات المليارات، يعني أرقام مهولة ولا يكتفون. هذا في المطامع. وأيضا هناك مشروع وراء الحدود قديم، هو التغيير الديموغرافي وإثارة، يعني أيضا هناك نقطة مهمة في هذا، نعم هو إثارة الضغائن بين الناس. هذه يعني نعم الآن نقطة جدا السوق خطيرة، كلهم، سنتحدث يعني ربما بتفاصيل أكثر مع حضرتك أستاذ مكي بعد قليل بشأنها، نعم لكن أنتقل للشيخ طامي. الشيخ طامي، الوقف السني ما هو دوره في حماية الأوقاف السنية أو الأراضي التابعة له؟ ما هو دوره في حماية المناطق اللي كانت مساجد أو أماكن دينية أو غيرها لها تاريخ ولها توثيق أنها تابعة للوقف السني؟ طيب أين هو دوره؟ لماذا لا يتحرك ليحميها؟ أستاذ محمد، إحنا إذا نريد نجي ونحكي باسم الوقف السني والوقف الشيعي وكذا، إحنا من وعينا للدنيا إحنا نعرف أهلنا وأخواننا الشيعة ما يوقفون وما عندهم موقف. هم عندهم الخمس اللي متعارف عليه لدى كل الأعراف الإسلامية اللي موجودة اللي إحنا نعرفها. لكن المشكلة اللي هي الخطر الأساسي على الأوقاف العامة أو أوقاف أهل السنة هو رئيس الوقف السني والوقف السني بحد ذاته. ليش؟ لأن جميع رؤساء الوقف السني اللي أتوا هاي المراحل اللي متتالية من بالسنوات الأخيرة من 2010 إلى يومنا هذا، عند ما أجى الهميم، الهميم معروف هو كان أحد أزلام البعث، وعند ما جابوه بشروط وجابته أحزاب تابعة إلى إيران وعندها ميليشيات داخل العراق متنفذة وساوموا جابوه. فهذا بالنسبة إلى من إجا يكون عبد مطيع للي الوقف الشيعي أو إيران أو الفصائل المتنفذة بالعراق الجهة اللي جابته أن ينفذ لهم اللي يريده، لأن جابوه وفق أجندة. إجا بعد الهميم اجى الكمبش. كمبش رجال همينية عليه مسائل وعدالة، هم بعثي. وعمل ما عمل بالوقف السني من فساد ومن تنازل عن بعض الأوقاف وما شابه ذلك. بعدها اللي اجى بعد هذا الشيء اللي اجى بعدها الخسرجي. خسرجي اجى بعد هذا الموضوع، اجى هم الرجال بعثي وكان مدير مكتب وزير الاوقاف والشؤون الدينيه. فكل اللي اتوا رأس الوقف السني هم عليهم علامه استفهام اللي هي على علامه البعث. يعني بس اريد افهم منك نقطه الشيخ طامي اذا تسمح لي، يعني في سبيل البقاء وفي سبيل الاستمرار في المنصب يتنازل؟ يعني اللي كونه بعثي او له ارتباطات سابقه بحزب البعث يقدم التنازلات؟ هذا مستعد ينطي الوقف باكمله حتى يبقى في رئاسه الوقف السني، لان تدري احنا المنصب عندنا عزيز، وهذول كل الرؤساء الاوقاف اللي اجوا باستثناء شخص اجى دار الوقف السني فتره قصيره كلش وطلعوه تهم كذا الان ما يخدمهم. وجابوا الخسرجي اللي هو عليه ألف علامه استفهام واستفهام، وراح جابته الفصائل المسلحه الايرانيه والسياسيين الشيعه اللي جابوه نصبوه على رأسه الوقف، واليوم يوقع لهم وكانما باذان طرشه وعين لا تبصر. زين، وده يشوف كل العمليات والناشد ونروح نشتكي وكذا، لكن بدون جدوى. المشكله محافظه صلاح الدين وسياسيها الاغلبيه من عندهم شركه بعطاء هذه الاراضي وهاي المقابر، والطابو شريك والوقف السني شريك والجهات السياسية السنية شركاء بهذا الموضوع، لأن هناك مخطط لأيادي خبيثة في محافظة صلاح الدين على
شق محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، والدليل واضح عند ما يعملون كل المحافظات بها، مثل مديرية الأمن الوطني مال الأنبار في صلاح الدين مديريتين، قيادات الشرطة مديريتين في صلاح الدين، الطابو مديريتين، كل الدوائر الشؤون مديريتين، الاستخبارات مديريتين. هذا دليل على التهيئة إلى إنشاء محافظة جديدة ارتباطها بالخالص وبالدجيل والبلد وكذا، حتى ترتبط تكون خط سير إلى إيران وأتباعها في محافظة صلاح الدين. طيب أرجع لك بعد شوية شيخ طامي. أستاذ مكي، حضرتك ذكرت قبل لا يقف الكلام مع جنابك عن التأثيرات الاجتماعية، نفسية المواطن العراقي، نفسية ابن محافظة صلاح الدين وهو يتعرض إلى هذه الاستفزازات المستمرة، وبقية المحافظات يعني الغربية أو الوسط اللي فيها أغلبية معينة من المكونات من مكون المجتمع العراقي. طيب ألا تخشى هذه الجهات التي تستفز العراقيين باستمرار من ردات فعل قد تصعد من الأزمة، قد تسبب شرخ، قد تعيد الجرح إلى الانفتاح مرة أخرى، الجرح السابق في 2006؟ يعني هم الآن لا يخشون شيئا، نصبوا من يريدونه ومن ينفذ لهم مشاريعهم ومن يقمع من يتنفس. الآن ربما مثلا محافظة الأنبار أو صلاح الدين الذي يضع منشورا صغيرا ينتقد فيه وضعا معينا من هذه الأوضاع يلقى به في السجن. يعني هذا ما تابعناه على الفيسبوك وتويتر. الجماعة الآن يظنون أن الوضع قد استتب لهم، ونقول يعني قبلكم ظن غيركم ذلك، لكن فجأة يتململ الناس ويتحركون ونعود إلى كوارث وقتل متظاهرين، ويعني لا ندري إلى أي مدى تصل، ونرجو الله سبحانه وتعالى الأمان لعراقنا، يعني نحن لا نريد ذلك، لكن هذا يعني يجب أن يحسب. لكن من يحسب؟ يعني هو أمامه كنز مفتوح يمد يده متى شاء ويأخذ منه ما شاء ويوزع منه على ما تفضل به الأخ القامي، يعني يتقاسمون الأرباح بينهم، والقضية ليست سني وشيعي إلا بالتسميات، القضية لصوصية واضحة، وبعدها أو قبلها لا ندري مشاريع التغيير الديمغرافي ومشاريع تغطية على كل فساد يعني يحصل في هذا البلد. هل تعتقد بأنه هذه السياسات المتبعة أو هذا النهج، إن كان تغييرا ديمغرافيا أو إن كان فقط رغبة بتنمية هذه الإمبراطوريات المالية التي أسسوها بناء على السيطرة على الأراضي الدولة، تبعات هذا الأمر من الناحية الاجتماعية، أو يعني مثل ما تفضلت حضرتك وذكرنا في أثناء الحديث المخاوف من إثارة الفتنة الطائفية مرة ثانية بين أبناء الشعب، هل تعتقد بأنه مخطط له بأن هذه الأحزاب تريد فعلا أن يصل المجتمع إلى هذه النقطة تحت مبدأ فرق تسد لكي تقوي جذورها أكثر، خاصة بعد المظاهرات التي شهدها العراق، بعد اهتزاز صورتهم أمام كثير من العراقيين والذي أدى إلى رفضهم في الانتخابات في أكثر من مناسبة؟ إذن هل تعتقد بأنه مخطط له؟ نعم، والمخطط بالمناسبة قبل أن يكون لإيران نفوذ في العراق، يعني أو كان نفوذها محدود، المخطط أمريكي بالأساس، المخطط الطائفي والإثارة والاستفزاز والفوضى التي سموها خلاقة، هذا كله جزء منه، وجزء منه وهو مكتوب قبل الاحتلال، قبل هذه الأحزاب وسيطرتها، قبل هذا الفساد الكبير، قبل كل شيء. يعني يجب أن لا ننسى يعني بوجود إيران
وأعصابنا مشدودة وكذا، يجب أن لا ننسى الدور الأمريكي. نعم. هو الذي وضع كل هذا ووضعه حتى في الدستور لكي يبقى العراق ممزقا. لست أدعو إلى يعني ما يدعو الناس بالمثاليات، لكن أقول يعني أعان الله هؤلاء الناس الذين استولى هؤلاء على أراضيهم من ناحية، ومن ناحية الآخرون يعني أنا لم يأخذوا مني أرضا، لكن الاستفزاز كبير والغضب كبير. كيف بشاب عمره 20 سنة مثلا ويسمع بذلك، وهناك جهة أخرى تشحن هذا الشاب أيضا لكي يثور وهكذا تعود الفوضى من جديد. أرجع لحضرتك بعد لحظات. شيخ طامي، رئيس الوزراء أين هو مما يحدث من استفزازات، مما يحدث من محاولات لإثارة الفتن؟ يعني الشعب قد يقتتل لا قدر الله، قد ينجر إلى ما لا تحمد عقباه نتيجة هذه الاستفزازات المستمرة من قبل بعض الأطراف، وهو ليس موجودا لحقن الدماء، ليس موجودا لتهدئة الأوضاع، لإرضاء من اغتصبت أراضيهم وغيره. طيب يعني ما دوره إذن؟ أستاذ محمد، بالنسبة لأهالي صلاح الدين من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها يعرفون، وعدهم الأغلبية تدري، الكل هسه أصبح عند التواصل الاجتماعي معروف، وإحنا بثينا أكثر من بيان على استيلاء المقابر في محافظة صلاح الدين والاستيلاء على بعض الدور في سامراء والمدارس الدينية والعقارات اللي تابع الوقف السني في سامراء أو في محافظة صلاح الدين. عندما اجتاح التنظيم الإرهابي محافظاتنا بال 2014 تدري اجت الميليشيات والفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية وكذا وطبوا المحافظاتنا، فقاموا بأيادي مساعدة بعض الأيادي السنية اللي هي تدعي تمثيلها لأهل السنة والجماعة في محافظاتنا، والاستيلاء على العديد من الأراضي. لكن عندما احتجينا وصارت مظاهرات وصارت خطف في الجوامع وخطبة من قبل المجمع الفقهي طالبوا رئاسة الوزراء بإيقاف كافة الإجراءات، طيب. لكن للأسف رئاسة الوزراء صدرت هذا الأمر، لكن الوقف الشيعي والفصائل المسلحة اللي تابعة للجانب الآخر أو الفصائل اللي تابعة إلى الولائية اللي تابعة لإيران إجت ومساعدة مدراء الطاب وفي محافظة صلاح الدين أصدروا سندات وحولوا ملكية هذه الأراضي والعقارات والمزارع إلى الوقف الشيعي، وآخر إصدار سند باسم العتبة الكاظمية مساعدة الوقف الشيعي والطامة الكبرى بتوجيه من رئاسة الوزراء حسب الكتاب المرقم 3636 في 14/9/2022 يوجه كتاب سري وشخصي. احنا تدري ما نشتغل بالعلن، نشتغل بالسرية. كتاب سري وشخصي يوجه إلى وزارة المالية، مكتب الوزير والوزير الإعمار والوزارة الزراعة والمحافظة بغداد والمحافظة صلاح الدين وديوان الوقف الشيعي. يشكلون لجنة يستثنون من عندها الوقف السني على الاستيلاء على الأراضي الزراعية في ناحية الإسحاقي لإنشاء مدن للزائرين. يريد يجيب لي اليوم رئيس الوزراء مساعدة الوقف الشيعي والسياسيين المتواطئين من أهل السنة، يريد يجيب للزائر الأفغاني والأيراني والباكستاني والشيشاني والآخرين يجون يسكنون بمزارعنا وبساتيننا وبيوتنا ويستولون عليها. إذا كانوا صادقين شيخ طامي، إذا كانوا صادقين بهذا الكلام، السؤال الجنوب مليان عشوائيات، ليش ما يروحون يعمرون هناك في الجنوب؟ وهي هنا يعني هذا الهدف من عندها معروف. ليش الوقف الشيعي اكو اراضي كثيره بالجنوب والمحافظات الجنوبيه ويروح يسوي بها مدن زائرين مثل ما يحب؟ نعم. شي يريد يعمر، يريد يبنى، وانا مكان ما ابنى مدن زائرين
خلا اعمر المدن مالتي والشوارع والدوائر اللي موجوده، وبعدين ابنى للافغاني وللايراني وللشيشاني وللباكستاني والهندي والاخرين. طيب انا خلا اعمر المدن مالتي واعتني بيها وبعدين ابنى مدن زائرين، لكن هذا تخطيط مفهوم الجواب مالته تخطيط لتغيير ديموغرافي في محافظاتنا. والطامة الكبرى اللي يدعي تمثيلك اليوم بالبرلمان وبالدولة وبالكذا ساكت، تناشده تقول له يا معود استولوا على أراضي مال المزارعين، استولوا على المقابر، يعني تدري المقابر اللي موجودة في مناطقنا، يعني أحد المقابر مساحتها 333 دونم والمقبرة اللوخ 50 دونم، وهسه أخذوا 100 دونم من ناحية الإسحاقي مال أراضي مال المزارعين وبيها بساتين وبيوت ومعامل ومحلات تجارية وكذا. زين هذا من يجي يستولي على هاي الأراضي وكذا، يعني شو يريد يسوي؟ تغيير ديموغرافي واضح. صحيح. لأن من 2014 لحد الآن الميليشيات اللي موجودة بصلاح الدين استولت على العوجة، على منطقة العوجة اللي بيها عشيرة الرئيس الراحل زين المناصر، كانوا يزرعون بها حشيشة وحواس سمك وغيرها وغيرها، والله أعلم شو يسوون بها. استولوا على مناطق بالفرحاتية، استولوا على مناطق تل الذهب، استولوا على مناطق فوق من البيجي، على قاع الجزيرة، على الأراضي. هسه أنت فلاح ما يحق لك تزرع إذا ما يقاسموك بالحاصل بالنص الميليشيات الموجودة الولائية اللي موجودة بمحافظاتنا. طيب والمشكلة السياسيين ساكتين. اليوم أهلنا وناسنا قام يضطرون يخلي ايده بيد الميليشيات حتى يقدر يعيش. صحيح. حتى الميليشيات تحميلان، احنا قمنا حتى نخاف من المتنفذين بالدولة من ربعنا في محافظاتنا من الظلم والاضطهاد والتعذيب والاعتقالات والتهم الكيدية. اللي يتهمك بالبعث ويتهمك بالإرهاب ويتهمك بشتى التهم حتى يرضي الطرف الآخر ويرضي إيران حتى يبقى بالمنصب، وهذه طامة كبرى. شيخ طامي أرجع لك بعد لحظات. أستاذ مكي، استمعت حضرتك إلى حديث الشيخ طامي. الممثل عن المكون ما يتدخل، يقول أنا ما علي. الممثل عن المحافظة يقول أنا ما علي وما أتدخل. ربما أيضا هو ليس فقط بمنع عن الموضوع بل شريك ربما فيما يحدث. لا عذرا أستاذ محمد، أستاذ محمد في داخله. أستاذ محمد لا أبو المحافظة مو يقول لك أنا ما أتدخل، أبو المحافظ شريك بإعطاء الأراضي. نعم شريك. إذا كان المحافظ شريك، إذا سمحت لي، المحافظ السابق والمعاون المحافظ السابق وجهوا كتب وأعطوا موافقات اللي أعطى هذه الأراضي ومسحها من قبل دوائر الزراعة والبلدية والعقارات الدولة، موافقتهم وبشرافهم. يعني شلون يكون لا شريك؟ أستاذ مكي، حضرتك سمعت شركاء، إذا من راح يرجع الحقوق إذا كان من مسؤول عن حمايتها هو الذي شارك في نهبها وسرقتها؟ شوف، احنا من 2003 بدأنا نشم هذه الروائح ونحاربها وننبه لها ونكتب باللغتين العربية والإنجليزية، وهذه ليست جديدة. كل من يعمل مع الحكومة والنظام الحالي هو جزء منه، وهذا النظام هو الذي يفعل ذلك. يعني أنت مو جيرانك إجا اعتدى عليك تروح تشتكي بالشرطة، يعني القضية ليست شخصية، القضية عامة. يعني رئيس الوزراء هو جزء من المشروع، تقولون رئيس البرلمان هو جزء من المشروع، المحافظ جزء من المشروع، كيف تريد أن يقف معك؟ لا أحد يقف معك إلا الله سبحانه وتعالى، الذي نرجو أن يغير الحال إلى حال آخر أو أخرى. لماذا؟ لأن يعني توقفت أسباب الأرض حقيقة. نحن لا يمكن أن نشتكي لأحد، وربما إذا تقدمت بشكوى يحبسونك. يعني هسه الشيخ إذا راح وطالب وكذا، يعني نسأل الله له السلامة، ربما يغتال أو يحبس. هذا نعرفه من 2003. الآن
يعني في 2003 كانت مقاومة وكانت نوع من المعارضة وكذا، الآن لا يوجد ذلك. الآن العراق صار ملكا لهؤلاء، وإذا غلفوه بالصبغة الطائفية خلاص لا يمكن أن يتكلم أحد، أنت طائفي ولأننا شيعة ولأننا سنة وما إلى ذلك. والقضية هم يستغلون الطائفية ليعبئوا جيوبهم وكروشهم وخزائنهم وباتهم في الخارج. نعم. طيب، يعني القضاء أستاذ مكي هل يعول عليه في حسم أي من هذه الخلافات؟ آسف لأني أضحك، أنا كلما يقولون القضاء أتخيل أنهم يقولون لي القضاء عليك. القضاء في العراق هو القضاء، هو الدمار. يعني أهم فقرة في ما يحصل هو القضاء. لماذا؟ لأنه هو الذي ينظف خلفهم ويغطي عليهم ويرعاهم ويصدر القرارات في صالحهم لا ضدهم. أرجع لحضرتك بعد لحظات. شيخ طامي، بعد ما اللي تفضلت به واللي استمعنا إليه من أستاذ مكي نزال ويعني وذكر القضاء، والقضاء يعني صراحة لا يحتاج إلى وصف كثير، هو أيضا يعني حالته موصوفة من قبل السياسيين في الداخل، كيف ستستعاد حقوق من سلبت أراضيهم، حقوق المكون، حقوق المحافظة، إذا كان لا الحكومة لها يد يعني لا تتدخل، وربما أيضا هي تسهل العملية، الحكومة المحلية مثل ما تفضلت أنت تقول بأنها شريكة فيما يحدث، والقضاء وصفه أستاذ مكي بأنه ينظف خلف الفاسدين، طيب من الذي سيعيد الحقوق لأصحابها؟ أستاذ العزيز، الحقوق في وقتنا الحالي تدري إحنا وضع أهلنا وناسنا معروف لدى الجميع، لا ناس تروح على أي بيت هو عن نفسه ما يقدر يدافع، بيته ما يقدر يحميه بسبب وجود الميليشيات والفصائل المسلحة الولائية اللي متابعة لإيران. زين، هنا وناسنا كلها مجرد من السلاح، الطب للبيت ما تلقى بيه سكينة، ما تلقى بيه، لأن تجيك الميليشيات وتفتشك، وإذا لقت عندك قطعة السلاح تتهمك بالإرهاب، إذا لقوا عندك أي شيء يتهموك بالإرهاب، لأن هذه تهمة جاهزة. لو يتهموك بالبعث، لو يتهموك بدعاوى كيدية أخرى. فهنا وناسنا لا حول ولا قوة في وقتنا الحالي. لكن أنا أقول الحقوق سوف ترد إلى أهلها، حتى لو كان بعد 100 عام أو 200 عام. وما ترد إلا الدم بالدم. إلا ما ترد بهذه الطريقة مستحيل. لا الدولة راح تردها إلنا ولا السياسيين ولا أبد، ولكن سوف ترد بالقوة وقصب عن إرادة. يعني ضعف السياسيين السنة شيخ طامي أدى إلى تمادي الوقف الشيعي، لأن هذا بالنسبة إلى أنا في وجهة نظري، وجهة نظر كل أهلنا في صلاح الدين أو المحافظات الأخرى، هذا احتلال مبطن باسم الدولة، احتلال واغتصاب لهذه الأراضي مع المزارعين. لأن الشخص عندما تغتصب أراضيه وتأخذ أراضيه بهذه الطريقة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما بدينا شيء نقدر نسويه في الوقت الحالي. نعم. لكن مثل ما تكلمت إليك، بالمستقبل سوف يكون الرد بإرادة القوة. نعم، بس يعني أكو ملامح لتغيير ممكن قد يعيد الحقوق إلى أصحابها. شو إحنا ما شاء الله دا نشوفهم دا تقوى جذور السياسيين السنة الموجودين بالعملية السياسية، واللي بسببهم دا يضيع الحق، واللي بسببهم دا تسرق الأراضي ويشتت ابن المكون وابن المحافظة. هنا هنا هناك طريقة ثانية لاسترجاع الحقوق في حالة إذا أهلنا أهل السنة في محافظاتنا انتخبوا وغيروا هذه الوجوه الكالحة الفاسدة، العملاء، والمفروض لو أكو قانون حقيقي يجرم العملاء ويحاسب العملاء إلى دول الخارج مثل ما كان في السابق، أو في دول في الوقت الحالي في بعض الدول، أو الدول على العموم عندما يلقون عميل إلى جهة خارجية أو كذا يحكم عليه بالإعدام أو يحكم مؤبد أو كذا. إذا طبق هذا القانون، المفروض
كل السياسيين اللي موجودين بالعراق يحكم عليهم ويأخذون جزائهم، لأن 99% وكسر هم عملاء لدول خارجية وولائهم لتلك الدول وليس للعراق. طيب، في حال إذا أهلنا وناسنا غيروا هذه الوجوه بالعمليات الانتخابية اللي قادمة وغيروا هذه الوجوه واختاروا الشخص المناسب والصحيح اللي يمثلهم بحق وحقيقة ويدافع عن أراضيهم وعن حقوقهم وعن محافظاتهم، هناك سوف تسترد الحقوق وترجع كل حقوق أهلنا وناسنا في محافظاتنا. طيب شيخ طامي، طبعا الحالة اللي شفناها في صلاح الدين شهدتها كربلاء والنجف كذلك، هناك عتبات استولت على أراضي الناس في محافظتي كربلاء والنجف، هجروا أهلها منها إن كانت أراضي سكنية زراعية أو حتى إن كانت مصانع تابعة للدولة، وشهدنا حالات مماثلة في كربلاء. طيب من أين تستمد هذه العتبات أو هذه المؤسسات أو هذه الجهات هذه القوة والجرأة بحيث أنها لا تكترث لأحد، يعني تطرد الناس وتسيطر على الأرض، أمر واقع يفرض على الناس؟ صوتك اسمع بالاعلام وكذا، تدري الان مو منطقتي او محافظتي او كذا، نعم. بس يعني حسب المعلومات اللي اسمعها وكذا، هاي تستمد قوتها من العناصر اللي تابع لها، وباعتبار العتبات هي المرجع اهلنا الشيعه وهم اللي تصدر الفتاوي وتصدر القرارات وتصدر حتى القرارات السياسيه، نعم. حتى في بعض الاحيان القرارات السياسيه تصدر من النجف، صحيح، ما تصدر من الكاظمية أو تصدر من سامرة أو تصدر من المناطق الأخرى، نعم. وإنما تصدر القرارات، حتى القرارات السياسية والقرارات الحتمية والفاصلة هي تصدر من النجف. فشيء بالتأكيد عندما هذه العتبات تصدر فد قرار وكذا، تستمد قوتها من المرجعية. نعم. طيب أرجع لك بعد لحظات شيخ طامي. خلونا مشاهدينا الكرام مع ضيفي الكريمين نتابع هذا التقرير الانفوغرافيك ثم نعود لنكمل الحديث مع الضيفين الكريمين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم ضيفي الكريمين والنقاش الدائر حاليا في متابعة هذا اليوم بشأن استيلاء الوقف الشيعي والعتبة الكاظمية على أراضي زراعية ومقابر في محافظة صلاح الدين تحديدا في ناحية الإسحاقي. أستاذ مكي نزال موجود معنا؟ إلى أن يجهز الأستاذ. نعم موجود. موجود معنا أستاذ مكي. طيب أستاذ مكي، تحدثت مع الشيخ طامي قبل لحظات عن القوة التي تستمدها هذه الجهات الدينية، إن كانت العتبات أو إن كانت ميليشيات، بشأن أو بخصوص استيلائها على أراضي معينة، وذكرت له أيضا بأنه في النجف وكربلاء تكررت هذه الحالات أيضا، يعني ليس فقط في المحافظات الغربية، بل شهدت النجف وكربلاء عمليات استيلاء على أراضي الناس. هل المرجعية متورطة فيما يحدث أم هي بمنأى عن ما يجري؟ لا أكيد هي ليست بمنأى عن ما يجري، وهي الأساس. يعني هي لو لم يأخذ الموضوع غطاء دينيا طائفيا لما استطاع أحد أن يفعل ذلك إلا بأساليب أخرى يعني متعبة له. الأكثر راحة هو أن تقول هذه فيها مطالبة من المرجع فلان،
يعني في كربلاء، نعم كنت سأقول ذلك في نهاية كلامي، أخذوا أراضي في كربلاء والنجف ويأخذون في أي محافظة. القضية الطائفية والمرجعية هي مجرد غطاء، يعني هي ليس في الدين أو المذهب أن تأخذ أموال غيرك، أكيد يعني ليس هناك قانون ديني أو وضعي يقول خذ أراضي غيرك وأثري على حساب الفقراء، أكيد يعني. لكن الأطماع الشخصية والنفوذ في المرجعية، في داخل المرجعية طبعا تذكر أسماء لا يجوز لنا أن نذكرها، يقولون فلان بيده كل شيء، هو رجل ليس على الساحة وليس يعني ظاهرا، لكن هذا الفلان ربما هو وربما غيره وربما هم ألف وألفان يعملون معا على يعني ارتكاب هذه الجرائم. هذه جرائم، هذه ليست أفعال عادية، هذه جرائم كبرى ترتكب بحق المواطن والوطن والدين، لا يمكن لأحد من الشارع أن يرتكبها، لا يمكن لعصابة بسيطة أن تأتي وتأخذ الأراضي وتمضي. ذكركم لي يعني مناصب معينة في الحكومة، الحكومة كلها واحد، يعني أعطني هذه وأعطيك هذه، وهذه معروفة حتى يعني أنا سمعناها من المسؤولين أنفسهم، قالوا نحن يغمرنا الفساد، وقالها فلان وفلان من كبارهم، قالوا إن لم نتغير كلنا أو بتعبير أحدهم شلع قلع لن يرقى للعراق حال يعني أبدا. فالمرجعية إن لم تكن متورطة بإصدار القرار فبالسكوت عنه، أعني المرجعيات. يعني نحن كنا نسمع أن العتبة الكاظمية عتبة قومية، وحتى عرضوا علينا قنوات فضائية مشتركة والشيخ فلان والسيد فلان، هؤلاء أبناء الوطن وكذا، وانظر ماذا يفعلون لها. القضية مغرية، القضية مليارات الدولارات، ولا يمكن إمساكها إلا بالأخلاق الحميدة. يعني فقط الإنسان التقي هو من لا يسرق، ولا تقل لي ممثلنا وممثلهم، كلهم واحد، يجتمعون تحت نفس الخيمة ويتسامرون في الليل، وفي النهار يريدوننا نحن طيب. أن نختلف وأن نحترم. يعني هؤلاء هم أساس كل ما أصاب العراق وما يصيبه. وأنا مع الشيخ في أن يعني يجب توفير قوة تمنع أو تردع المفسد عن الفساد، لكن من سيوفر لنا هذه القوة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا في هذا. أستاذ مكي نزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر تطبيق زوم من عمان، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. فيما تبقى من وقت مع الشيخ طامي المجمعي، الشيخ طامي، هل هناك تبعات قانونية يخشى على محافظة صلاح الدين من أن تدخل فيها، تبعات أمنية عفوا، بسبب عملية الاستيلاء وبسبب أن يعني ممكن التأثيرات الاجتماعية التي قد تحدث؟ طبعا أستاذ محمد، هي بالتأكيد تبعات أو زعزعة الوضع الأمني هو موجود في صلاح الدين. نعم، يعني من 2014 إلى يومنا هذا، هم بالنسبة إلى الفصائل المسلحة والميليشيات اللي تابعة لإيران والفصائل الولائية مسيطرة سيطرة تامة. إذا أنا أتكلم بهذا الصوت في محافظة صلاح الدين، أنا يجوز أنا وأتكلم معك يجون يشيلوني وأعد من المقيبين. الوضع الأمني يعني شتيد الوصف مالته، وضع أمني متردي في محافظة صلاح الدين. في قضاء سامرة خلال شهرين خطف أكثر من 25 شخص من قبل الفصائل المسلحة والميليشيات اللي موجودة في سامرة، إضافة إلى العمليات القتل والتسليب والنهب والاستيلاء على الأراضي والكذا، موجودة من أقصى جنوب محافظة صلاح الدين إلى أقصى شمالها. شو يصير بعد من أزود من هذا الوضع الأمني؟ شيخ طامي طبعا بالتأكيد هذا التغيير الديموغرافي انحدار خطير جدا، صحيح، يمس السلم المجتمعي على كل مراحله. نعم،
سواء كان في المناطق الشيعية أو المناطق السنية. احنا بالنسبة لنا بلد منطقة مختلطة بها من أهلنا الشيعة وبها من أهلنا السنة. الدجيل كذلك، الطوس كذلك، آمرني كذلك، تكريت كذلك، سامرة كذلك، كل المناطق هي بها من كل المكونات. طيب العراقية شيخ طامي أشكرك شكرا جزيلا، وأكتفي وياك لأنه معذرة يعني الوقت انتهى. شكرا جزيلا. المتحدث الرسمي باسم مجلس آيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي كنت معنا عبر زوم. أنا أرجو المعذرة شيخ طامي، والله يعني الوقت جدا آسف انتهى والله. شكرا جزيلا شيخ طامي، بارك الله فيكم على المشاركة، وشكر موصول للأستاذ مكي نازال مرة أخرى من عمان. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.